مربك عندما تقرأ رواية تمسك بشكل شخصي جدا. رغم محاولاتك أن تخرج من إطار الشعور بالذاتية، إلا أنك تجد نفسك في منتصف الدائرة، بالضبط في المنتصف. وهذا ما حدث معي. كنت قد عزمت عن الابتعاد عن كتابة التقارير المختصرة عن الروايات التي أتوقف أمامها طويلا، لأني بكل الأحوال سأنتقص من الرواية وأقلل من قيمتها لما أتفاعل معها كحدث يعنيني بشكل مباشر، وأحولها لشيء يخصني وحدي. لكن هذه الرواية، هكذا كانت الوحدة لخوان خوسي مياس، قرأت فيها أبعد مما كنت أتوقع. وصلت معها إلى المنطقة الداخلية الخاصة جدا، الحميمة جدا، المربكة جدا. شعرت كم كانت الأيام الماضية ثقيلة على صدري، بالضبط كما ورد في الرواية. الآن أرى جزءا كبيرا من حزني السابق كان يأتي من حقيقة شعوري ككائن مشتت. اهتماماته كانت متناثرة أو معلقة في أماكن لم تكن تخصه. بعض الأشخاص ما عادوا يرغبون في تأمل أنفسهم، يشعرون أنهم وصلوا لمرحلة بائسة من الفهم، صاروا يميلون للنسيان والخلاص بأي طريقة كانت، حتى لو كانت هذه الطريقة استسلام ضعيف للواقع. وهذا ما كان يشير إليه خوان مياس، ليس لأن الرغبة في هذا الاكتشاف انتهت وما عادت موجودة، بل لأن الحاجة إلى النسيان هي التي تتجلى أكثر. الإنسان يريد أن ينسى، لا يريد أن ينغمس أكثر في معنى الحياة والوجودية وعبثية الرغبات والعمق. وبعكس هذا تأتي صورة إلينا التي تبحث عن نفسها داخل هذه الدوامة، مشكلة بذلك نموذجا موجودا لأكثرنا. بعضنا وصل، وبعضنا ما زال يمشي ويبحث ويدور حول نفسه، حول عقله، حول عزلته، يبني الجسور بينه وبين الآخرين، ثم يأتي فيما بعد ويهدمها، ويبدأ من جديد يلعب نفس اللعبة.